পাঞ্জাব, আজ বানারস না রাবা, মা বাদে আমা সিঞ্জাব, আর বিরামত বিসারে লক্ষ্মণ রামা সিঞ্জাব, তালোলা বানারস চশমে বাদু, তালোলা বানারস চশমে বাদু, তালোলা বানারস চশমে বাদু, বেশ তো খোরা মো ফেরদাউস মামু, বেশ তো খোরা মো ফেরদাউস মামু, বানারস কাছে গোপ্তা কি চিনাস, বানারস কাছে গোপ্তা কি চিনাস, আনোজাস গঙ্গে চিনাস বার যাবি না, আনোজাস গঙ্গে চিনাস বার যাবি না। كيف لي أن أترك بنارس المدينة المقدسة وكعبة الجميع؟ يظهر لي كل إنسان فيها وكأنه من أبناء رام ولكشمن. ألف هذه الأبيات شاعر مسلم هو علي حزيم الفارسي وربيب دلهي ميرزا غالب. بنارس المركز القديم للهندوسية والرمز الحالي لالتقاء بين الهندوس والمسلمين، الروح الأول للثقافة المركبة في شبه القارة الهندية، عبرت بشكل كبير عن انصهار الصوفيين والباطنين المسلمين مع جماعة البهكتي، حركة المتدينين الهندوس إلى تطور الثقافة المركبة الفريدة من نوعها في الهند. ما تزال هذه الثقافة حية في أنحاء متعددة من الهند. যে গঙ্গায় সব শ্যামাই না দারদাস, যে গঙ্গায় সব শ্যামাই না দারদাস, তালোলা বানারস চশমে বাদু, তালোলা বানারস চশমে বাদু, আল্লাহু আকবার আল্লাহ। اليوم تعد الهند موطن لأكثر من 100 مليون مسلم، ثاني أكبر تعداد سكان المسلمين في العالم. وطن یہی تو ہے کہ جہاں سے ہم کو پیار ملے، محبت ملے اور خوشگوار ہماری یادیں ہوں اس میں، تو یہ تو ہمارا گاؤں، ہمارا قصبہ ہے ہمارا وطن، پھر اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے تو پورا ملک ہمارا وطن ہے۔ إنه لمن المستحيل تصنيف المسلمين في الهند، فإذا ما كانت هؤلاء الغجريات المزركشات بالألوان في صحراء كوتش في جوجرات هم مسلمات، فالحال ذاته مع هذه النساء في حيدرباء من وراء حجاباتهم. طوائف المايو والمانغونيار في راجستان هم مسلمون، ومع ذلك فإنهم ينشدون الأناشيد الدينية ويغنون الأغاني التي تمدح الأبطال الهندوسيين في الملحمة العظيمة للرامايانا والمهابهارتا. تقع كيرلا في أدنى جنوب الهند، ويعيش فيها مسلمو المابيلا الذين يتميزون بلغتهم وثقافتهم، وفي أقاصي الشمال
هناك طائفة المسلمين في وادي كشمير. الولاية الشرقية من غربي البنغال لديها أيضا طائفة كبيرة من المسلمين الذين يعيشون في أطرافها، والتي تمتلك أغانيها الخاصة وأدبها الخاص. الشيء المشترك الوحيد الذي يجمع بين المسلمين الهنود جميعهم هو تنوعهم، حيث يتكلمون لغات مختلفة وينتمون إلى مناطق وثقافات متنوعة. لقد كان الصوفيون أو المسلمون الباطنيون الذين استقروا في أنحاء متعددة من البلد هم الذين حملوا رسالة الإسلام للجماهير، وبينوا الوجه الإنساني في الإسلام. وكانت الرسالة الدينية بسيطة: الإيمان بالله الواحد والمساواة بين البشر. وكان الرسالة صداها في مجتمع تقسمها الطبقات، وكان هناك عدد هائل من الحوادث التي عانت منها فئات الشعب تحت حكم راهب معين، حيث قاموا باعتناق الإسلام للنجاة مما ظنوا أنه المجتمع الأكثر هرمية وطبقية. حمل هؤلاء المعتنقين الكثير من معتقداتهم القديمة إلى الدين الجديد، وبهذا ولد الإسلام الهندي المتميز الفريد من نوعه. في كل مكان من الهند يحمل أسلوب حياة المسلمين الصبغة الثقافية للمنطقة التي يعيشون فيها. الرهبان الصوفيون تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة مع البهاكتي، حركة التدين الهندوسية. حملت هذه الحركة التدين الذاتي للإله والقوة الإلهية، وحاولت كسر هذا التمسك الطبقي الخانق في الدين الهندوسي لتجعله بتناول الجميع. بدأت البهاكتي في الجنوب، ولكن سرعان ما بدأت بالانتشار في جميع الأنحاء الهندية، وخاصة من خلال الدعاة المتنقلين والمغنين. للصوفيين في آسيا الوسطى أنواع كثيرة، مثل الخراسانيون والعراقيون والمصريون وحتى المازابوتانيون، كانوا هنا في الهند منذ قديم الزمان بعد الإسلام، أتوا كصوفيين، وهكذا كان من السهل عليهم التخاطب مع الناس هنا، وقد وجدوها سهلة للغاية. تم مساعدتهم وكانوا منتظرين بشغف من جماعة البهاكت. لقد عملوا معا، كان لديهم رسالة موحدة، وكانت هي الوحدة، الوحدة الجوهرية والوحدة الكونية والوحدة الأخوية الإنسانية ووحدة العالم ووحدة الخالق. انجذب الهندوس دائما للصوفيون ومذاهبهم جميعها. يغني هؤلاء الرجال في ذكرى إكنات راهب البهاكتي الأعظم الشاعر في مهاراشترا. يعتقد بأن إكنات يمتلك احتراما عظيما من قبل الشيخ محمد الصوفي، الذي كتب الكثير من الأعمال العظيمة باللغة المحلية المهراتية. Bye.
العديد من الشعائر والتقاليد في مزارات الصوفيين هي وبشكل واضح من أصل هندوسي، ولا توجد في أي مكان آخر من العالم الإسلامي. حتى تقليد عبادة الرهبان الصوفيون بإعطائهم تماثيل مقدسة وبإعطاء صفة الطاقة السحرية للضريح هي غريبة عن الإسلام، وبشكل واضح مأخوذة عن التدين الهندوسي. اعتبرت الصوفية نظرة متحررة للإسلام، احترمت التقاليد الأهلية في الهند، ووظفت العديد من الاحتفالات المحلية في المذاهب الصوفية. بسنت بانشني، احتفال الحصاد المليء بالألوان في الهند، كان واحداً من أعظم الرهبان الصوفيين حضرة نظام الدين عليا الذي يتواجد ضريحه في العاصمة دلهي. بدأ بالاحتفال بال بسنت في حياته داخل مزاره، وحتى اليوم في البسنت بانشمي يقوم أتباعه بارتداء الرباط الأصفر ويقدمون الأزهار عند قبر الراهب، بينما يحتفل القوالي بغناء البسنت في المزار. هندوستان في غنگا جمنی تهذيب مشتركة تهذيب میں جتنا حصہ صوفیوں کا خاص طور سے چشتی سلسلے کے صوفیوں کا ہے شاید اور کسی کا بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ میں ایک ایسی بنیاد قائم ہوئی تھی اتحاد اور محبت کی کہ جو پرکولیٹ ہو کر جو سلسلہ بسلسلہ تمام ہندوستان کے خانقاہوں میں پہنچ گئی، اور اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ قائم ہوا کہ محبت اور ملاپ کی صورت میں بسنت کا تہوار منایا جانے لگا، ہولیاں قوالی میں گائے جانے لگیں. هذا مزار لواحد من أعظم الصوفيين في منطقة ديكن، الخواجة باندا نواز جيسو داراس. اليوم لا يبدأ الاحتفال بالأور في مزار جوا باراغا في كرناطكا بدون مشاركة العائلة الهندوسية المحلية. لاحظ العدد الكبير من الهندوس عند ضريح الحاجي مالان بابا، وهو صوفي استقر في كاليان قرب بومبي. كان من أقرب أتباعه أميرا هندوسيا مدفون داخل بناء المزار. رعت هذا المزار عائلة هندوسية لأجيال، وهو مركز تدين كبير للهندوسيون في مهاراشترا. يجذب مزار بهيما بالي في تريفاندرام عددا كبيرا من الهندوس المؤمنين ببهيما بيفي راهبة امرأة. يعتبر مهرجان تشاندنا كودم مهرجانا كبيرا هنا فيه
روح التقليد الهندوسي المحلي في تقديم خشب الصندل وجوز الهند. وهذا هو مزار الشاه شريف في منطقة أحمد نجر مهراشترا، وهو يتصل بعائلة شيفاجي، سمي والد شيفاجي بشاهجي وعمه بسارفوجي باسم الراهب شاه شريف. تحمل رمال راجستان اللمسات العظيمة لبعض عظماء الصوفيين. العديد من الصوفيين الأوائل جاءوا من إيران والوطن العربي من أجزاء الشمال الغربي واستقروا في السند وراجستان. استطاعوا كسب الناس في أرض غريبة لأنهم رجال ذو ولاء استثنائي. أعلنوا المساواة وعملوا من أجلها ما بين كل المؤمنين، وحصلوا على إعجاب كل المعتنقين حتى هؤلاء الذين لا ينتمون إلى طبقة معينة في المجتمع الهندوسي. هذا هو أزمير الشريف، أكبر مراكز الصوفيين في الهند وربما أقدمها على الإطلاق. ومن أوائل التابعين الخواجة معين الدين تشتي الذي استقر في راجستان عام 1195. ضريحه في أجمير بدون أي شك أكثر المزارات شهرة في كامل شبه القارة. أسس معين الدين تشتي المذهب التشتي والذي أصبح مذهبا شعبيا في الهند. خرج هذا المذهب رهبان أسطوريون من مثل نظام الدين أوليا وبابا فريد، ويعتقد أن لبابا فريد تأثير عظيم على جورو نانك مؤسس الدين السيخي. ومن المذاهب الصوفية المهمة السهر وردي والنقشبندي، مع وجود فروق صغيرة إلا أن جميع المذاهب تدعو إلى أن يتساءل الفرد شخصيا عن الإله والاتحادات الباطنية بالروح القدسية. يصعب تعريف الصوفية لأنه ليس لها عقيدة ولم تكن لتقصر على أطر معينة، ومع أن العديد من الصوفيين أسسوا الخوانكاز والأديار إلا أنهم لم يتخلوا عن حريتهم في العيش كما يحبون. وإلى جانب المذاهب الصوفية الرئيسية كان العديد من الرهبان الذين كسبوا حب الناس في منطقة معينة عبارة عن فقراء ومساكين جوالين. دریا جمنا کے کنارے تھی جہاں روزانہ ہندو بھائی پوجا کرنے کے لیے اشنان کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک روز حضرت نے چھت پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تو امیر خسرو سے کہا، ہر قوم راست راہ ہے، دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم جو سیدھے راستے پر ہو اس کا ایک دھرم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دین ہوتا ہے، قبلہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے آپس میں پیار محبت کی ایک ایسی فضا پیدا کی، لباس میں، کھانے میں. اب یہ دیکھیے کہ اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے وہاں جو لنگر ہوتا ہے، وہاں 700 سال کی مدت میں وہاں کے برتنوں میں گوشت ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی لہسن پیاز بھی نہیں ڈالا گیا. اس لیے کہ ہر قوم، ہر فرقے، ہر عقیدے کا آدمی وہاں کے لنگر کو چکھ سکے اور کھا سکے اور تبرک و پرشاد اس کا لے سکے. ساهم استخدام الصوفيين للموسيقى بشكل كبير في شهرتهم في شبه القارة. يعتقد بأن الموسيقى الشهير تانسين في بلاد الإمبراطور أكبر وبشكل عام كان هندوسيا، كان متأثرا بعمق بالصوفي الشيخ محمد غوث. وكان محمد غوث بدوره عالما بالسنسكريتية وقد ألف كتابا تذكاريا حول اليوغا. دفن تانسين بجانب ضريح الشيخ محمد في غواليار في ماديا براديش.
ويزدحم الناس في كل عام في الذكرى السنوية لوفاته، حيث يغني الهندوس الكيرتن والأغاني الدينية بينما يقرأ المسلمون آيات من القرآن. ومن ثم تتابع كلا من الطائفتين سيرهما باتجاه قبر الشيخ محمد لتقديم الهبات. تفریق مذہب سب تمہارے در پہ حاضر ہیں، یہ در مسجد ہے، گرودوارا ہے، گرجا ہے، شیوالا ہے، نا لتنسين معلم آخر وهو سوامي هاريداس الهندوسي الذي أسس نوع الدروباد والضمار من الموسيقى الكلاسيكية. بقي هذا التقليد حيا اليوم بفضل المغني المسلم الكلاسيكي المعروف فهيم الدين داغر، يغني في كل سنة في نصب سوامي هاريداس التذكاري في مدينة فريندافن المقدسة. ناہم وپرو نچ نرپتر ناپی ویشو نشودرو ناہم ورنی نچ گرہپتر نو ونستھو یدروا किन्तु प्रोद्यान् निखिल परमानन्द पूर्णामृतब्धे भोजनि ताई गौर राधे श्याम जप हरि कृष्ण हरि राम। هناك علم اسطوري اخر يدعى سوامي هاريداس المسلم الذي انضم الى حركه فايشنف للمصلح البهكتي العظيم شاتنا مهابابو. تبين هذه الرسومات على الحائط لصمدياته مدى صداقة هاريداس الوثيقة مع شاتونيا. يتم الصلاة اليوم لهذا المسلم وكأنه راهب من فاجناف هندوسي عند صمده في بوري في أوريسا، وعلى مدى حياته كان يدعو إلى عدم وجود فرق ما بين كريشنا والله. يجب بحكي هم جازم كتير كونه جاتير بيشان نهيج. جاي بوجو بيتار بحكمان. تني يه مسلمان كي شيء كريستيان كي شيء أمو شيء ميثور كي يه برامون تني بيشار كورننا. جاي تانكه بوجو تني تار. ترقص هذه الفتيات الشابات على أنغام بهاجن التي تمدح الآلهة جاغناث الآلهة الدائمة لأوريسا. وهل تعلم من هو كاتب البهاجن؟ كتبها مسلم القرن السادس عشر المعروف ببهاكتي سالبيغ. أصبح ابن المسؤول المغولي سالبيغ تابعا للإله جاغناث وألف آلاف الأغاني الدينية مادحا هذه الروح المقدسة. ومع أن سالبيغ عاش في بوري إلا أنه لم يستطيع دخول معبد جاغناث الشهير لأنه كان مسلما، وكما تحكي الأسطورة قرر الإله جاغناث نفسه أن يعرج إلى خارج بيت سالبيغ خلال الراث ياترا السنوية، أكبر مهرجان موكبي في العالم. وحتى اليوم يحمل احتفال الراث الروح المقدسة جاغناث دائما وتعرج إلى خارج بيت سالبيغ كعلامة احترام لهذا المتدين المسلم. جگناتھ
كتبت هذه الأغنية في مديح الآلهة كريشنا بواسطة الشاعر المسلم راس خان. ولد راس خان في بيهاني أوتر بريديش، وكان اسمه الحقيقي سيد إبراهيم. نادراً ما يتم تصوير نعومة أظافر إله كريشنا بمثل هذه الكلمات والتدين العظيمين. लखियो नजीर को तुम दो जग में आबरू आबरू से दो जग में आबरू आबरू. من الصعب أن تجد شاعرا مسلما لم يكتب بهيام عن مناظر وأصوات الأرض الهندية، ولكن قلائل جدا من الهندوس والمسلمين الذين توصلوا لذرى نذير أكبر بادي الشاهقة. كتب عن الاحتفالات الهندوسيين والمسلمين والسيخ بنفس الأسلوب المرح. يصور هذا الشعر عبث الإله كريشنا مع العذارة. هذا هو إذن وجه الإسلام في شبه القارة، ممارسة الشعائر الدينية ضمن إطار هندي بحت. ما بادي ما سينجا عربي رامات بستاري لاشمان و راماز اینجا عربی رامان پسر لاشمان و راماز اینجا.